لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. الله والله الحمد لذلك نحن طلبة علم، نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. والله إننا نعترف بالله عز وجل بضعفنا وبعجزنا، ونسأل الله أن يتوب علينا، ونحن مقصرون المذنبون وأخواننا حفظهم الله يحسنون الظن بنا كثيرا، ولسنا عند هذا أبدا، لسنا عند هذا أبدا. أنا أفيدكم خذوها مني بعلم أنه والله لسنا عند هذا أبدا، يعني طلاب علم مساكين ضعفاء. نسأل رب العالمين عز وجل أن يتجاوز عنا ويعفو عن إخواننا. والله أكبر.